بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أخوان الطلاب، سنتحدث اليوم عن رؤية المملكة، رؤية 2030. قبل أن أبدأ بطرح الموضوع، أريد أن أسألكم سؤالا: ماذا تعرفون عن رؤية 2030؟ نبدأ من غيث. أقول أنا أنها رؤية هادفة وطموحة وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل بإذن الله. ما لديه مشاركة أيضا؟ تفضل. أنا أقول أن رؤية 2030 تتقلل من الاعتماد على البترول والنفط، يعني نهتم بأعمالهم ما تخرج. تفضل. أنا أقول أن رؤية 2030 ستطور مدينة جدة والمملكة العربية السعودية بشكل كبير. صحيح، جميع إجاباتكم صحيحة ومتقاربة بشكل بحد كبير. رؤية 2030 هي رؤية أو برنامج تحول وطني، بدل ما تصير المملكة العربية السعودية